معاناته في الحركه شويه، واحنا شفنا الكلام ده امبارح من خلال اللقطات او من خلال اللي كان متواجد في الاستاد وعاش هذه اللحظات، وذهابه للجمهور والتواصل معاهم وحرصه على حل الازمات من خلال بعض المكالمات الهاتفيه، حل الامور، لان ده بيبقى شيء مهم جدا ومميز. فبالتالي التواصل الجيد، وعجبني قوي اللقطه دي وكيفيه التعامل معاها والاهتمام الكبير من مجلس اداره النادي الاهلي، واهتمام لابد منه ما فيهوش نقاش، يعني واجب من واجبات مجلس الاداره ان انت تشوف اي ازمه بتواجه جمهورك تحاول تحلها. امبارح كان في حل للموضوع ده، كان في تواصل مع المسؤولين على الامن، واللي احنا بنحترمهم وبنقدرهم بكل تاكيد للافراج عن بعض اللي تم احتجازهم مع بدايه المباراه، وكان معاهم بعض الادوات اللي بيشجعوا بيها وكلام من ده. الجمهور بشكل عام في مصر يا جماعه نفسه يروح ويشجع بكل احترام وبكل ادب، احنا هنحاول كمان ان احنا نساعده على كده. فالتصرف امبارح كان ملفت ومميز جدا، والبعض ما كانش يتوقع ان الكابتن محمود الخطيب ينزل بنفسه، مش يتوقع كناحيه ان هو يعني الراجل بيتكبر او حاجه، لا اطلاقا، الراجل قمه في التواضع والادب والاخلاق. لكن ممكن واحد مكانه يقول لك انا مش ضامن الجمهور ده هيعمل ايه، انا مش ضامن الجمهور ده هيقول ايه، لما هروح هيحصل معايا ايه. بصراحه ممكن حد كان يفكر كده، ممكن حد كان يخاف يعمل كده، لكن دي ثقه من رئيس النادي في مدى حب الجمهور ده لناديه والمسؤولين عن ناديه، ومدى الحرص على كيفيه مسانده النادي باي طريقه من الطرق. بعض الازمات بعض المشاكل بتتحل على طول وبتخلص يعني. فبصراحه لقطه مميزه وشيء جيد جدا، وهيتبني عليه في اللي جاي باذن الله، هيتبني عليه في اللي جاي، لان احنا عندنا جمهور ملتزم جدا، وجمهور هدفه الاول والاخير هو مسانده ناديه. فده شيء مميز جدا. اللقطه اللي كانت فاتت دي كان بيقول لهم ايه؟ يا ريت تجيبها لي تاني. ايوه هي دي. هم بيقولوا بيبو بيبو بيبو. تمام؟ راح قال لهم لا، شجعوا الناس اللي في الملعب. شجعوا اللعيبه. بيبو مش بيبو دلوقتي. احنا بنساند الناس اللي بتلعب دي، احنا بنساند اسم النادي الاهلي. بما فيهم بيبو اللي هو احد جماهير النادي الاهلي. طبعا هو راس على راس المنظومه دلوقتي، هو رئيس النادي. طبعا. لكن هو ايضا مشجع للنادي. فعجبتني برضو اللقطه دي اللي هو يا جماعه لا، احنا نشجع فريقنا. فكلها امور بتعكس قيمة النادي الأهلي، بتعكس تصرفات مسؤولي النادي الأهلي وحرصهم الدائم على التواصل مع الجمهور العظيم، ولازم أكد أكتر من مرة أن هو العنصر الأساسي في نجاح منظومة النادي الأهلي، ما فيهاش هزار، ما فيهاش نقاش. جمهور النادي الأهلي أول حاجة كده، بتيجي تجيب اسم النادي الأهلي أول حاجة جمهور النادي، ما فيهاش كلام يعني. وأكيد مسؤوليه وأجهزته الفنية ولاعبيه وأعضائه طبعا وكل الكلام ده. فدي أيضا من الأمور المميزة.